فضيلة الشيخ، ما حكم القنوت في صلاة الجمعة؟ يقول العلماء إن له لا يقنط في صلاة الجمعة، لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين، ويدعى لمن يقنط لهم في أثناء الخطبة، هكذا قال أهل العلم، والله أعلم. نعم، ما دام قال العلماء لا يقنط ما على الشيء، هو أصلا حتى لو قال ما يعتبر عاصيا، لكن الأحسن أن يدعو لمن أراد أن يقنط لهم في أثناء الخطبة.